حمدي فتحي. حمدي فتحي كل حاجه خلصت فيه، ويبقى حقوق الرعايه. حقوق الرعايه لصالح نادي دمنهور، لصالح نادي دمنهور. وقدامنا على الشاشه اهو افاده او اقرار من منطقه البحيره لكره القدم تفيد ان انديه المنطقه للبيان ده نادي العاب دمنهور ان حمدي فتحي لعب له موسم 2005 2006 2006 2007 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 14 15 ده من واحنا صغيرين، من واحنا صغيرين بيلعب فين؟ في دمنهور. اذا حقوق الرعايه لنادي دمنهور. سمعنا ان امبي داخل برضه في حقوق الرعايه، وسمعنا وقالوا لا بس حقوق الرعايه مش لصالح نادي امبي. ثم سمعنا بعد كده ان امبي قال لك اه لا انا ليا في حقوق الرعايه ولكن هتنازل ليها لنادي دمنهور. طب هو امبي ليه في حقوق الرعايه ولا ملوش؟ طب امبي ليه 20% من انه مبلغ لو اتباع ب 3 مليون؟ طب امبي ليه في الخطوه الثانيه ولا لا؟ كل ده بقى يخش يوضحه الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي. ايمن بيه مساء الخير. كابتن سيف ازيك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله، تمام الحمد لله. طب تاخد فيه رعايه ليه؟ اخد رعايه في مين؟ في حمدي فتحي. لا بص، انت عارف اي لعيب من الناشئ اللي بنشتغل فيهم في النوادي بيبقى ليه حاجتين زي ما انت عارف، الكومبنسيشن والسولداريتي. يعني خليها عربي عشان الناس تفهمنا، انا عارف ان حضرتك يعني العربي ضعيف. لا يعني في حاجه اسمها بدل تنشئه. اللي هو الكومبنسيشن يعني الرعايه يعني اللي هو وفي لا الرعايه اللي هي اليه التضامن اللي هي السولداريتي، مش قضيتنا يعني عشان اريحك يعني. ايوه ماشي. الكومبنسيشن دي موضوع خمخام، لان ده لازم الناس تبقى عارفه ان هو لغايه سن 23 وبيتصرف مره واحده خلاص. حمدي فتحي بره الموضوع يعني. تمام. فيما يخص بقى السولداريتي بتبقى الموضوع مختلف شويه. انا يعني ومجلسنا ما نعرفش هي ليها حسبه، في ناس بتقول 14 سنه وفي ناس بتتكلم 12 سنه، يعني دي بتبقى حاجات محددها الفيفا. انما احنا واخدين قرار من اول يوم ايا كان اللي كان هيبقى لينا نسبه او ما لناش نسبه، اذا كان طبعا لينا نسبه احنا هنبقى متنازلين عنها بالكامل فيما يخص الرعايه دي لنادي دمنهور، حتى لو نمتلك النسبه، حتى لو نسبه ضئيله او النص ايا كان. يعني احنا شايفين ايمانا مننا ان احنا لازم بنقف مع الانديه الجماهيريه. طبعا. يبقى انا كده فهمت، انا فهمت كده ان مش هيبقى ليكوا. لا خالص. انا فهمت ان لو في 2 جنيه معديين بعاد يعني مش يعني حضرتك مش هتسيبهم اكيد. لا اسيبهم مش 2، 10 و15 اذا كانوا هيروحوا في اوجه صرف تفيد الكوره. نادي دمنهور نادي جماهيري، وانا عارف ان الاوضاع مش احسن حاجه. فاذا ما كانتش النوادي اللي زينا او زي غيرنا بيبقى فيها مكسب تجاري هي النسبه بتاعتنا العاديه، مش هنيجي في القصه بتاعه الرعايه او الكلام ده. لا يعني انا شايف ان ده مبدا محترم. طب شعور طيب كويس ومبدا يتاخد في الحسبان. انا دلوقتي مش عارف بقى ادرب الفلوس اللي لحضرتك يا حمدي. دلوقتي لو اتباع ب 3 مليون حضرتك ليك كام؟ 20% من كام؟ لا هو الفيوتشر ريسيل بيبقى ليه مرجعيه. الفيوتشر ريسيل ده الناس اللي ابدعت وحطت الافكار بتاعت الاوبشنز دي. فمرجعيته دايما ان احنا بنشارك في مكسب اللي هيروح للنادي اللي هيبيع بعد كده. تمام. فطبعا لازم هيبقى بالنت. ده شيء منطقي. طيب جدا يعني حضرتك دلوقتي ال 3 مليون دول عملوا 90 مليون جنيه مصري، حضرتك هنخصم منه كام؟ ما احنا مش عايزين نخش في الارقام برضه. لا 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 لا، انا بس انا بشرح للناس لان الناس ممكن تكون فاهمه يعني ان احنا بنخصم بس ايه وبتاخده على نسبه ايه. دي ارقام أنا طبيعيه. انا هريحك، سيبك من الارقام بتاعت حمدي فتحي والكيس بتاعت النادي الاهلي. لو حضرتك عايز تتبنى فكره ان احنا نشرح للناس، نشرح للناس بطريقه ابسط من كده. لعيب انا بعته ب 10 مليون جنيه. وخدوا نادي وعملوا لنا فيوتشر ريسيل 20%. ماشي. جاب 50 جاب 50 مليون، خرج ال 20 واخد على ال 40. اخرج ال 10 اللي هو يعني وتاخد على ال 40 واخد
بتاخد عن 40 صفحه. اه تمام. طبعا على طول يعني، يعني على الـ على الـ على النت على طول. اه يعني الحسبه بتبقى على النت على طول، اي فيتشر ريسيل كده على فكره. لانه يعني مش منطقي ان النادي اللي اشترى هيدفع فيتشر ريسيل على فلوس هو دفعها. اه. وكان دافع قيمه اللعيب قبل كده. اه. فدايما بتبقى المشاركه في كده. مش هينفع تبقى على الجروس. تمام. مش منطقي. احمد عيد راجع الزمالك؟ احمد عيد والله بص يعني احنا لسه الكابتن تامر مصطفى انت عارف يعني لسه في حوارات معاه وبنشوف القصه ايه. اذا كان هيبقى ليه رغبه ان احمد عيد هيكون موجود هنقعد نتكلم. ونادي الزمالك يعني نادي كبير واحنا سته عياد بينا نشوف الوضع ايه. بس نشوف بس الاول يعني التارجت في الموضوع او المعامل في الموضوع او صاحب القرار في القصه. اه كابتن تامر مصطفى. طيب انت انت يعني انت احمد حمدي بين حاجتين. اه انت حضرتك احمد حمدي قلت لي مش هيلعب في دوري في نادي مصري. محمد حمدي بقى. محمد حمدي انا اسف. الكلام متغير؟ لا انت عارف انا كلامي انا كلامي انت تعرف ان كلامي بيتغير؟ مهما جاله سمعت قبل كده ان كلامي اتغير؟ لا ما سمعتش بس مهما جاله مهما جاله اصل يعني ما هو خلي بالك يعني ما هو يعني يعني هيجيله ما هو ليه بادجت وليه رينج برضه مهما جاله. اه في الاخر محمد حمدي زي ما قلنا من انسب الناس اللي عندنا اللي تنجح بره لو جات له فرصه للاحتراف بره احنا هنجري وراها بايدينا واستنى. فكره ان احنا نبيعه لنادي هيدفع فلوس كتير او هيعمل يعني ده موضوع احنا قافلينه قولا ثابت فصل. ماشي شرفتنا يا فندم ونورتنا. لا صوت بتشرف بوجود حضرتك دايما. ربنا يخليك. بشكرك ايمن بيه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي ام بي.